عام ثقافي انقضى بمختلف إبداعاته، بدءا من معرض الكتاب ومرورا بمهرجان القاهرة السينمائي. هي نجوم تضيء سماء القاهرة بأنوار العلم والمعرفة. قاهرة المعز تضاء من جديد من داخل قاعة المنارة بمعرض الكتاب الدولي في دورته 53، الذي شهد نجاحا كبيرا بحضور أكثر من 2 مليون زائر وبمشاركة 1063 ناشرا عربيا وأجنبيا. كسارت البندق وبحيرة البجع عروض أثرت مسرح دار الأوبرا بمختلف الفنون والثقافات التي عبرت الزمن لتضيء من جديد في مصر أم الحضارات. ومن العالمية إلى إحياء الأغنية المصرية، لمع مهرجان الموسيقى العربية في دورته 31، وكانت مسابقة رتيب الحفني في الغناء للشباب والأطفال من ذوي القدرات الخاصة مفاجأة المهرجان هذا العام. أوقات بتحلم بحلم معاك وحياتي تكمل برضا. ومن هنا من شارع المعز انطلق مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية برسالة سلام إلى العالم، بمشاركة 30 فرقة مصرية وعالمية تبعثوا رسالة للجميع بأن مصر ستظل مهد الحضارات وملهمة الشعوب. سعيد بكل النجوم العظام الموجودين معنا النهاردة. طبعا سمير كان صديق عزيز عليا جدا. برسالة حب وامتنان لكل رموز الفن الذين رحلوا بأجسادهم وظل فنهم، انطلق مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 44 من جديد. ومرورا بقلعة صلاح الدين حيث عبق التاريخ، انطلق مهرجان القلعة في دورته 30، ليالي الشرق تضاء من جديد بأجمل مشاركة بين جيلين في أنشودة حب لمصر على ألحان ساحر النغم عمر خيرت فيها حاجة حلوة. وتظل الثقافة المصرية بمختلف منارة القوى الناعمة لأمة ذات مجد عريق تبني حضارة جديدة فلا تغيب عنها، حضارة تؤكد أن الفنون والثقافة مرآة الشعوب ودليل ساطع على تواصل الحاضر بالماضي.